هنا أيضا مسألة أخرى أتتني قبل الحلقة، مسألة الرؤية، مسألة الرؤى الآن، وهي كثرت في الآونة الأخيرة وأصبحت ربما البعض يراها من المبشرات. في المقابل أصبح كثيرا من المعبرين اليوم لهم مواقعهم في الانترنت، وربما في الهواتف التي مدفوعة الثمن بأرقام مدفوعة الثمن وغير ذلك. قال البعض من في ذلك أنها أصبحت مهنة من لا مهنة له. لعل شيخ محمد نعلق على ذلك في مسألة التعامل الشرعي في مسألة الرؤية أو الرؤى والأحلام. بالنسبة لما يراه الإنسان في المنام، نعم، قد لا يكون رؤيا أصلا، لأن ما يراه الإنسان في المنام خمسة أنواع، منه ما هو رؤيا من الله، ومنه ما هو لمة ملكية من الملك الذي هو القرين، ومنه ما هو من حلم من الشيطان، ومنه ما هو من وساوس النفوس، ومنه ما هو من الأمزجة والأمراض والطباع. فإذا خمسة أنواع، والذي يميز بينها هو العابر، وبالأخص أن إذا كان العابر من أهل السنة ويعرف النصوص الواردة في التعبير. نعم. ومن المعلوم أن العابر لا بد أن يكون يخطئ في كثير من تعبيره. فأبو بكر الصديق هو أصدق هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقواها إيمانا وبصيرة، أنفذها بصيرة، ومع ذلك لما عبر رؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وهو الصديق، فكيف بمن دونه من العابرين؟ لذلك لا بد من عدم الجزم بتعبير الرؤى، ولا بد من العلم أن الغيبيات لا يلزم فيها بشيء، وإنما يجتهد الإنسان ويقول ما كان مالك يقول في اجتهاداته، يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بعلم الغيب، وهو الذي يعلم ما في غد. نعم. ومن دونه إنما يجتهدون في دلالات نصوص أو في دلالات وقائع أو في رموز، قد يوفقون فيها وقد يخطئون، ولا يجزموا بشيء من ذلك. ولا بد أن يكون الرائي أيضا عاقلا، فإنه إذا كانت الرؤيا مبشرة فبشارتها ستحصل، عبرت ولم تعبر. نعم. وإذا كانت مخوفة فسيحصل أيضا ما فيها، سواء عبرت ولم تعبر. ولذلك فإن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان جاءه رجل من اليهود فقال له: عندي لك بشارة كبيرة، فأعطني خراجا عليها. قال: حتى أعرف البشارة لأعرف مقابلها الخراج الذي أدفعه له. قال: إنها أكبر شيء، هي الخلافة. قال: أرأيت إن لم أعطيك خراجا هل تتأخر الخلافة عني؟ قال: لا. قال: فإن أعطيته لك تعجلت عن وقتها؟ قال: لا. قال: هذه بتلك. فلذلك لا بد أن نفهم أن الإغالة في تتبع الرؤى والحرص على تفسيرها وبناء الاستراتيجيات عليها أو بناء الأحكام عليها، هذا ليس من الهدي، وكله ظنون وأوهام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الفجر يقول: من رأى منكم رؤيا؟ كان كثيرا ما يفعل ذلك، تارة يعرض عنها فلا يفسرها، وتارة يفسرها، وإذا فسرها في الغالب يفسرها بتفاعل حسن للرائي. نعم. إذا كانت تدل على ذلك، ويعرض عنها في بعض الأحيان. وفي صحيح مسلم أنه قال له رجل: رأيت أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته، فقال: لا تقصص علي لاعيب الشيطان بك. فهذا من لاعيب الشيطان، لأنه كيف يتبعه وليس له عينان يراه بهما؟ نعم. قد قطع رأسه. نعم. فما كان مخالفا للعقل أو كان مخالفا للشرع من الرؤى فهو من الأحلام التي هي من الشيطان. نعم. البعض يتتبع في ذلك ما نفتح لما سألت الرؤى والأحلام، مسألة قراءة الكتب التي تعبر. بالنسبة للكتب التي فيها جمع تعبير ابن سيرين وغيره، كثير منها أصلا ما له أسانيد ولا يصح عن ابن سيرين، وما صح عنه فإنه ليس قاعدة عامة. طيب. بل ابن سيرين جاءه رجلان، أحدهما رأى أنه يؤذن، رأي كلاهما رأى أنه يؤذن، ففسر لأحدهما ذلك بأنه سارق، وبالآخر أنه سيحج. فلذلك يختلف التعبير باختلاف حال الرائي وباختلاف الصورة، ففرق كبير بين المرائي ولا يعتمد.